حرب كتير على السكر، ودراسات وأبحاث من سنوات تثبت مضار السكر الأبيض. صار في لبس كتير عند الناس، فلازم نوضح هذا اللبس ونحط النقاط على الحروف، ويكون الكلام الفصل في هذا الموضوع بناء على المعلومات العلمية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قالوا فقلنا، فالقول الفصل. قالوا وداعا للسكر الأبيض، قالوا السكر الأبيض له مضار كثيرة، قالوا ليس هناك بديل أبدا عن السكر الأبيض، قالوا حتى المحليات الطبيعية ومنها الستيفيا لا تحل محل السكر الأبيض، قالوا نحارب السكر المستخلص من قصب السكر، فالمحارب للستيفيا المستخلص من نبات الستيفيا. فهل يا ترى هل يمكن مقارنة بين السكر الأبيض المستخلص من قصب السكر وبين محلل الستيفيا المستخلص من نبات الستيفيا؟ قالوا فقلنا، فالقول الفصل. تعالوا نشوف العلم الذي سيفصل بيننا. السكر الأبيض أو ما يسمى بالسم القاتل. حرب كتير على السكر، ودراسات وأبحاث من سنوات تثبت مضار السكر الأبيض. ومن أكثر من 7 سنوات وإحنا نحذر من تناول السكر الأبيض، ولكن عدم تناول السكر الأبيض مع عدم وجود بديل عادة بيكون متعب للناس، فكان لازم ندور على بديل، وبديل طبيعي نقدر ننشره كثقافة بالمجتمع. للأسف الشديد بعض الأصوات تحذر أو تتحدث عن نبات الستيفيا معلومات خطأ. فالفيديو هذا ليس دفاعا عن الستيفيا، لأن الستيفيا هي ليس متهم لكي تدافع عن نفسها، هي نبتة موجودة منذ آلاف السنين، ولكن صار في لبس كتير عند الناس، فلازم نوضح هذا اللبس ونحط النقاط على الحروف، ويكون الكلام الفصل في هذا الموضوع بناء على المعلومات العلمية. أول شيء، ليش إحنا بنحارب السكر؟ السكر جاي من قصب السكر، يعني هو بالأصل نبات، ولكن لعند ما يصير سكر أبيض اللي إحنا شايفينه يدخل ضمن عمليات كثيرة، منها عمليات تكرير وإضافات من مواد كيميائية سواء إحنا بنعلمها أو بنجهلها. هذا السبب الأول. السبب الثاني إنه السكر الأبيض هو عبارة عن فركتوز وجلوكوز. لما أنا باخد السكر بيحدث عندي خلل في عملية الأيض، لأنه المفترض أنه أنا باخد الجلوكوز والفركتوز ضمن الغذاء، بمعنى لو أنا أخذته من عصير القصب مش راح يأثر على جسمي زي ما أخذته كما هو السكر الأبيض. بمعنى أنه لما أنا باخد السكر الأبيض، أول شيء راح يرتفع مستوى الجلوكوز عندي بشكل عالي، راح يزيد عندي إفراز الإنسولين، ومن ثم راح يحدث عندي الخلل في عملية الأيض، ارتفاع في مستوى السكر، زيادة في إفراز الأنسولين، وتكون الخلايا الدهنية اللي بعد هيك ممكن يصير عندي إنسولين ريزيستنس أو مقاومة الخلايا للإنسولين. بجانب أنه الفركتوز، تناول الفركتوز الموجود بالسكر بهذه الكمية ممكن يتحول إلى دهون على الكبد، ويكون عندي مشاكل يؤثر صحيا على الإنسان. بجانب أنه كل جرام من السكر بيديني 4 كيلو كالوري، بمعنى أنه إحنا ما بنكتفي من تناول ملعقة أو ملعقتين، بالذات لو كان على الحلويات أو كان على الشاي، معناته أنه أنا بستهلك كمية كبيرة من السكر الأبيض التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، التي ستتحول جزء منها إلى طاقة، والجزء الآخر راح يتحول إلى دهون ويعمل لي خلل في عملية الأيض، وهذا موجود في فيديوهات كتير والحديث كثير في هذا الموضوع. ولكن نيجي على الشق الثاني، الستيفيا. الستيفيا أنا عملت فيديو، هتلاقوا الرابط موجود تحت الآن، هيظهر على الشاشة، ممكن ترجعوا له، وتحدثت بعمق عن الستيفيا وعن أنها آمنة، وطبعا منذ آلاف السنين، وأيضا ما تحدثت عنها المراجع العلمية، ومنها الـ FDA منظمة الغذاء والدواء، وأيضا منظمة الغذاء الأوروبية. اليوم في عنا لبس في الموضوع، كتير من الناس بيجي بيحكي طيب ما هو قصب السكر جاي من القصب، طب الستيفيا جاي من النبات، طب أنا بحارب هذا، طب خلينا أحارب هذا. للأسف الشديد ليس هناك إدراك في هذا الموضوع، وفي نهاية الحلقة راح نعرض فيديو
بسيط جدا وشرح توضيحي حول دخول او الميكانيزم او عملية الايض تبعت الستيفيا او المادة الفعالة. باختصار شديد الستيفيا هي صفر سعرات حرارية. احنا بناخد المادة الفعالة زي ما بناخد مادة فعالة من اي نبات في الدنيا. المادة الفعالة اسمها ستيفيول جلايكوسايدز، وفي طبعا مواد فعالة اخرى بس هذه الاكثر حلاء، احلى من السكر 350 مرة. هذه ما بصيرها امتصاص بالجسم وراح نشوف كيف الان. اذا هي زيرو كالوري ما بصيرها امتصاص. اذا التركيب تبعت للسيفيا مش تركيب السكر، هذه مواد وهذه مواد، هذا رقم واحد. رقم اثنين انه للسيفيا آمنة، وكثير من المراجع العلمية بتحكي هذا الموضوع، واللي حابب ممكن يتواصل معنا ونبعث له روابط هذه المراجع. طيب اقتنعنا انه للسيفيا آمنة، للسيفيا احلى من السكر 350 مرة، وايضا استخدامها بيكون بكميات قليلة جدا تصل الى الميلي جرام كمادة فعالة. الان في عنا اوراق للسيفيا، FDA منظمة الغذاء والدواء قالت انه الاوراق ممكن انا اشربها ما في مشكلة، ولكن انا ادخلها كاضافات للغذاء بدها دراسات أكثر. ما صرحت به منظمة الغذاء والدواء، ومنظمة الغذاء والدواء العالمية والجهات الرسمية في العالم أنه ممكن نستخدم المادة الفعالة. بيجي بعض الناس بيقول لك طب ما هو السكرين والأسبرتام كان مسموح وبعد هيك بدوا يحذروا منه. ما في مقارنة بين نبات طبيعي مستخدم منذ آلاف السنين وبين مواد مصنعة كيميائيا. بجانب نيجي للموضوع الأهم، بعض الناس بيقول لك آه والله كلامك ممتاز وإحنا الستيفيا مقتنعين فيها. طيب ما هو في إضافات بتصير على الستيفيا، إحنا ما بناخد الستيفيا خالص، وهذا النقطة مهمة جدا يا جماعة. الآن الستيفيا أو الستيفيول جلايكوسايدز أحلى من السكر 350 مرة، بمعنى لو أنا بدي أستخدم معلقة الستيفيا كأني حطيت على كاسة الشاي حليت الشاي ضعف السكر 350 مرة، وهذا مستحيل الإنسان يستسيغه، مستحيل، سواء الستيفيا أو السكرين أو الأسبرتام أو أي محل. طب إيش الحل؟ فقالوا لازم يكون في عندنا مادة حاملة أو مادة مالية. أضرب لكم مثال، لأن حبة الدواء اللي احنا بناخدها أنتم بتفكروا أن قرص الدواء هذا عبارة عن مادة فعالة؟ لا، هي المادة الفعالة بالميلي جرام، وهذه عبارة عن مواد مالئة، ما بين مواد لاصقة عشان الحبة، ما بين نشا إلى آخره، مواد أخرى. كذلك لما أنا بدي أدي المحلي لازم يكون محمول على شيء، لأنه أنا راح أستخدم 1% 2% منه. لما إحنا نمسك كرتونة مثلا من أي محلي تلاقي أنه نسبة المحلي 1 أو 2%، بمعنى أنه كل 100 جرام من المحلي هذا فقط المحل فيه الستيفيا أو السكرين أو الأسبرتام 1%، يعني 1 جرام أو 99 جرام عبارة عن مادة حاملة. الآن الشركات إيش قالت؟ قالت بما أنه إحنا راح نحط المحل في باكيتات صغيرة ممكن يكون وزنها جرام، جرام ونص مثلا، بنفرض أنه الباكيت اللي هي تعتبر وجبة عبارة عن جرام، فقالت الشركات عشان تسترخص قالت انه انا بدي استخدم الدكستروز اللي هو الجلوكوز. طب هيجي واحد يقول طب هو الجلوكوز بيرفع السكر، بس الشركات او المصنع وما هذا صرحت فيه الFDA كمان، قالت انه طالما انت الوجبه تحتوي على 1 جرام من الجلوكوز فهي اوريدي مش راح ترفع السكر، انت مريض السكر، ولا راح ترفع الانسولين، لانه لو واحد وزنه 70 كيلو جرام لما ادي له جرام جلوكوز ايش بده ياثر فيه؟ تمام. لذلك هم بيستخدموا الجلوكوز او ما يسمى بالدكستروز وهذا مسموح. فاجت شركات تانية قالت لا، طب انا يعني احتياطا اكثر انه انا ما بدي استخدم الدكستروز، بدي استخدم مواد اخرى زي المالتيتول زي الاريثريتول زي المواد المالئة الاخرى. طبعا ايش اللي بيفرق ان استخدم مالتيتول او دكستروز؟ هو انه في شركات اكثر حرصا. ليش؟ لانه المالتيتول مثلا 16 ضعف سعر الدكستروز، مع انه استخدام الدكستروز صح واستخدام المالتيتول صح والتنين مرخص، تمام، ولكن اللي بيفرق انه انا بدي علميا اكتر انه لو مريض السكر مثلا اخذ 4 وجبات من الباكيت ابو الجرام مش راح يأثر عليه على الاطلاق، انما لو اخذ مثلا 4 أو 5 أو 6 من الباكل في دكستروز ممكن انه شوية يأثر على موضوع السكر عنده. والشيء الأهم أنه الشركات دائما بتدور على الأرخص. طالما أنا بستخدم الدكستروز كمادة حاملة
ومصرح فيه، ليش انا اروح للملتيتول او للإيثروتول اللي ممكن يكون 16 ضعف؟ لانه هم عاملين انه الوجبه عباره عن جرام، اذا ومريض السكر مش هيشرب اكثر من 3 الى 4 كاسات، تمام؟ اذا الناس اللي بتحارب المواد الحاملة يجب يكون في عندنا مواد حاملة في لأي محلي، لأنه ما بقدر أنا يعني أحط أستخدم محلي أحلى من السكر 300 أو 500 مرة حسب نوع المحلي. ولكن إحنا ارتقينا أنه نستخدم الملتيتول، وفي بعض المنتجات نستخدم الإريثريتول، لأنه أول شيء بالنسبة لنا أفضل، وهذا ما يميز الشركة تبعتنا، وفي نفس الوقت هو أكثر أمانا من الدكستروز، وهذا اللي إحنا نشتغل فيه كل منتجاتنا. إنما محاربة اللي يجي يقول لك ما هو الملتيتول أو عفوا الدكستروز الجلايسيميك إندكس أو المؤشر الجلايسيمي عالي، ولكن هذا لشخص بيستخدم كمية كبيرة. الملتيتول ما هو معروف إنه الجلايسيميك إندكس 7 واطي، يعني مش محتاجين إنه إحنا نحكي عنه، أو الإريثريتول الجلايسيميك عند الإندكس 7.0. لذلك لازم يكون في مادة حاملة. محاربة المحلي الطبيعي الستيفيا هي يعني لن تثمر، بالعكس هي راح تزيد الستيفيا انتشارا في العالم. احنا ما بنحكي عن فلسطين فقط، احنا صح الحمد لله ان الفضل انه احنا نكون اول من اوائل الناس اللي دخلوا الستيفيا في فلسطين، ولكن اليوم الستيفيا عالميا تنتشر، لانه العالم ايقن انه ليس لنا الا العودة الى الطبيعة. وانا ما بقول الستيفيا بديل السكر، بقول الستيفيا هي الاصل انه الانسان استخدمها منذ الاف السنين. بعدين في فرق لما اجي اقول سكر واجي اقول محلي. المحلي هو بس بيدينا طعم، الستيفيا فقط بتدينا طعم، انما السكر راح يدخل الخلايا وراح يرفع السكر. فيجب ان نفرق ما بين الحاجتين، ما بين السكر والستيفيا. تعالوا عاد نشوف شرح بسيط عن الميكانيزم او عملية الايض تبعت الستيفيا عشان نفهم كويس، والناس اللي بحاولوا دائما يشوشوا الافكار نرد عليهم الرد العلمي. هذا مركب الستيفيول جلايكوسايدز اللي هو المادة الفعالة المستخلصة من نبات الستيفيا، طبعا المستخلص بشكل امن، وراح نرفق لكم فيديو برضو بسيط جدا كيف بتم عملية الاستخلاص. هذه مادة الستيفيول، الستيفيول جلايكوسايدز، انتوا شوفوا المركب تبعه يختلف تماما عن تركيب اللي هو السكر. السكر هو عبارة عن جزيئين، هو عبارة عن جزء اللي هو الجلوكوز وجزء الفركتوز. فإذا عندنا السكر جلوكوز وفركتوز، التركيب الكيميائي يختلف تماما عن الستيفيا. عشان هيك اللي بيجي بيقول انه الستيفيا من نبات والسكر او السكروز من نبات، بنقول له ارجع للكيمياء للكيمياء وقارن بين المركبين، هتلاقي اصلا المركبين مش مختلفين. وبعدين هي دائما السكريات الأحادية هين شكلها. طب تعالوا نشوف مع بعض عملية الأيض للستيفيا ايش بصير. احنا عادة هناخد اللي هو المادة الفعالة اللي اسمها ستيفيول جلايكوسايدز، هتدخل عندي هتضلها ماشية، يعني مش هيصير لها امتصاص حتى في الأمعاء الرفيعة، هتضل زي ما هي لعند ما تصل لوين؟ لعند ما تصل لعند الأمعاء الغليظة. شوفوا احنا في اللارج انتستاينال، يعني احنا تعدينا عادة الامتصاص وين بصير؟ امتصاص المواد بصير في الأمعاء الرفيعة، هنا ما صار عنده امتصاص. هذا دليل على انه الستيفيا سعراتها صفر وما بتدينا اي نوع من انواع الطاقة. هنا في الأمعاء الغليظة ايش هيصير فيه؟ عن طريق البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة هيصير عندي نزع للجلوكوز، لانه الستيفيول جلايكوسايدز في، لو احنا نرجع تاني هنلاقي في عندنا الحلقة هذه اللي هي حلقة الجلوكوز، هيتم نزعها وين؟ هيتم نزعها في الأمعاء الغليظة. وين؟ ومع العلم انه الجلوكوز ما بيصير له امتصاص هنا، العنصر الجلوكوز راح يصير وين؟ راح للستيفيول. طبعا هنا ما بيصير له امتصاص، هينزل مع مين؟ هينزل مع البراز. بعد هيك لانه ما في امتصاص اصلا في الامعاء الغليظه، بس هنا بيتم عمليه الفصل فقط. بعد هيك الستيفيول هيروح وين؟ هيصير له عمليه امتصاص، هيروح على الكبد، ومن الكبد راح يطلع الى الكلى، وبعد هيك الجسم راح يتخلص منه. وبهيك انه الستيفيا هي ليس سكر، الستيفيا هي عباره عن محلي سعراته صفر، امن جدا،
وما صار له أي نوع من أنواع الامتصاص في الجسم، الجلوكوز صار له فصل في الأمعاء الغليظة، والاستيفيول نزل عن طريق راح للكبد ومن الكبد وصل للكلى وتم طرده بالجسم، وهيك أنا بكون ما استفدت من السكر. بالنسبة لمقارنة مع المنتجات، في عندنا منتج هنا اسمه ستيفيا انذرو، المنتج هذا بيستخدم ستيفيا مع ديكستروز، يعني ستيفيا مع جلوكوز. طب هيجي واحد يقول لي طب ما هو الجلوكوز الجلايسيميك اندكس تبعه عالي، كيف محطوط عندنا هنا في انه لس باد، يعني هو فور ويت بلاد شوجر، يعني ما بيرفع السكر كتير، لانه هنا الباكيت هذا عباره عن جرام، والاف دي بيقول اذا كان الوجبه اقل من 4 كيلو كالوري اذا مسموح انه انا اكتب زيرو كالوري. لذلك الشركه لما تكتب زيرو كالوري هي كلامها صحيح، مع العلم ان السعرات تبعته هتطلع 3.99 لكن اقل من 4. وهنا لانه زي ما قلنا الواحد جرام من الجلوكوز مش هيعمل اشي في جسم واحد وزنه مثلا 70 كيلو. وهنا هنلاقي مثلا المنتج هذا والمنتجات كلها نفس الفكره، بالرغم انه المستخدم ديكستروز، فما بالكو لما احنا نستخدم المالتيتول. مع العلم احنا الشركه الوحيده اللي بنستخدم المالتيتول، وبعض احيان بنستخدم الاريثريتول. تعالوا مثلا نشوف هنا، نشوف انه الديكستروز الجلايسيميك اندكس عنده 100، يعني على السريع طبعا بيصير له امتصاص وبيرفع السكر، بينما المالتيتول هنا عباره عن بطيء، او خلينا نقول جلايسيميك اندكس 7 واطية. لو انا بدي افرض انه انا عندي منتجين، عندي المنتج هذا اللي هو مصرح فيه عالميا، وعندي منتج اللي هو تبعنا. الان المنتجين بالرغم انه مستخدم عليه المستخدم فيه ديكستروز هو ايه، هو بطيء الامتصاص او مش هيرفع السكر، فما بالكو بالمنتج اللي اصلا المالتيتول هو يصنف ضمن المحليات البديلة والمصرح فيها عالميا بديل عن السكر وآمن لمرضى السكر وتمنع تسوس الأسنان عند الأطفال وعند الكبار أيضا. تعالوا نشوف برضو لو إحنا قلنا أنه شخص بيحتاج 2000 سعر حراري، تمام؟ لما بياخد في الباكيت 4 كيلو كالوري، يعني معناته هو أخذ من احتياج جسمه 0.1%، يعني ولا شيء يسكر من السعرات الحرارية. ولو أجا أخذ من المالتيتول مثلا، فرضنا أنه هو أخذ ظرف من المالتيتول، هيكون ماخذ 8% من 100%، يعني يعتبر صفر تماما من احتياجاته اليومية. لذلك المنتج الستيفيا منتج آمن، سواء أضفنا عليه المالتيتول طبعا أو الإريثريتول هو أكثر أمانا. لذلك هرجع تاني أقول الستيفيا آمنة، الستيفيا اليوم عاملة ثورة في العالم، ياريت انه احنا نعزز باتجاه استخدام الناس للبدائل الطبيعية وعدم محاربة البدائل الطبيعية، لانه للأسف مش هيقدروا يحاربوها، لانه الان تنتشر في اكثر من 6000 منتج موجود في العالم، وكل يوم عن يوم بتزيد منتجات بمحلل الستيفيا. ان شاء الله بنشوفكم في حلقة قادمة والحديث عن قالوا فقلنا، والاستفادة أكثر من المعلومات على صفحتنا، صفحة ابن النفيس. ما عليك فقط إلا أن تضغط سبسكرايب شير لايك.